الواقع بصراحة يعني سابقا كنا نعاني من ضبابية في المشهد العراقي، لكن اليوم هنالك الكثير من الخطوط الواضحة التي تجعلنا يعني ندرك ماهية الطرق التي تتشكل منها الحكومة. يعني خلال غضون الأسابيع الماضية كان هنالك كتلة منافسة للتيار الصدري، كتلة مدعومة من إيران، لكن بعد قرار المحكمة الفيدرالية العليا حسمت جدل الانتخابات والطعن، وبالتالي أصبحت الأمور سالكة أمام تشكيل الحكومة. لكن هنالك بعض المشاكل صراحة التي تتعلق بطبيعة التحالفات. يعني وهذا السؤال، في هل اليوم سينجح مقتدى الصدر صاحب الكتلة الأكبر في تشكيل هذه الحكومة من دون دعم الأحزاب الموالية لإيران؟ ما هو واقعا على يعني بطبيعة العملية السياسية لا تؤخذ بما يسمى بالكتلة الأكبر التي هي التي تحصل على أكثر عدد من ممكن من المقاعد البرلمانية، وإنما الكتلة الأكبر حسب التفسيرات للمحكمة الاتحادية، يعني الكتلة الأكبر التي تأخذ العدد الأكبر من المقاعد البرلمانية بعد الانتخابات، يعني أن تتجاوز 165 مقعد. التيار الصدري لم يتجاوز 75 مقعد، لكن هو اليوم هو صاحب المبادرة، يعني هو الذي يمتلك موازين القوى في آلية تشكيل الحكومة. وبالتالي يعني وجود الفاعل الكردي والفاعل السني، وعذرا أنا لا أعترف بهذه المسميات لكن مضطر، بوجود الفاعل الكردي والسني والصدري تصل التحالف يصل إلى هذا الرقم. لكن بصراحة يعني ما تزال إيران تفرض شروطها على النظام السياسي العراقي، ولذلك هم لم يستطيعوا إلى الآن، يعني لم يستطع السيد مقتدى الصدر إعلان عن الكتلة الأكبر، لأنه مضطر لدمج فواعل مدعومة من إيران داخل هذا الإطار. والدليل أنه دعا السيد أو عفوا يوم أمس أو اليوم تحديدا كان هناك اجتماع في النجف ضم هادي العامري الذي يمثل كتلة الفتح المدعومة من إيران، وهذا دليل على أن هنالك آلية لإقصاء جزء من قوى الإطار الإيراني المتمثلة بنور المالكي مثلا، وأن يضموا جزء من هذه القوى من أجل وضع توازن استراتيجي سياسي في العملية السياسية وتشكيل الحكومة. يعني إلى هذا اليوم سيد المقدر طلال، من ممكن. مع إعلان القاضي رسميا انتهاء سحب القوات التحالف من العراق، هل ستبقى اليوم الساحة مفتوحة أكثر لإيران وأحزابها؟ وما المتوقع من بداية هذا العام سواء في مسألة تشكيل الحكومة وأيضا في السيطرة الإيرانية على المشهد العراقي؟ صراحة لم نكن نتوقع أن يتم انسحاب القوات الدولية والأمريكية بهذه السرعة. يعني أنا من وجهة نظري كسياسي معارض للوجود الإيراني ومعارض لأدبيات هذا النظام، هناك مشكلة بصراحة. يعني أمريكا تخلت عن العراق بوجود رئيس وزراء ما يزال إلى هذه اللحظة ضعيف، وأعطى وقدم لإيران أكثر من أن يقدم للسياسة الخارجية العراقية، وأكثر من يقدم للأمن القومي العراقي. يعني الكاظمي عندما يعلن وكأنما يقول أنا الذي ساهمت بإخراج القوات الأمريكية وعجلت من هذا الإخراج من أجل أن يحظى بولاية ثانية، يتوقع، لكن هو اليوم خارج التوازنات. أنا أقول أن هذا الفراغ الكبير بوجود ميليشيات بهذا الكم الهائل في العراق، بوجود حكومات عاجزة، بوجود الكاظمي أو رئيس وزراء آخر، هذه مشكلة كبيرة. يعني الأمن القومي العراقي على المحك، وحتى التنظيمات الجهادية الأخرى على سبيل المثال داعش هي تحظى بدعم إيراني، ونعرف ما هي في الدعم. نعم. فإذا وجود فراغ بهذا الحجم لا تستفيد منه إلا إيران، وهذه كارثة، إلا إذا استطاع الصدر تشكيل حكومة عراقية وطنية يترأسها مستقل عراقي، ربما هنالك انفراج لمحاربة الميليشيات، وبالتالي القيام بعمل كبير. ما سيتكشف في العام الجديد. شكرا جزيلا لك طلال حريري، الأمين العام لحراك 15 من أكتوبر، حدثتني من اسطنبول.